واش عرفتي هاد الوصفه ديال لي بات بلي زي بينار كيطلعوا؟ يا سلام، جربوا هاد الوصفه وما تنساوش تقيدوها عندكم، راه عشا خفيف وظريف وكيجي يا سلام، والنغمه ديما حاضره. كيف لاحظتوا شديت لي زيبينار صوتيتهم في الزبده وزيت العود وطحنتهم مع جوج فرماجات وشويه ديال الحليب، ومن بعد طيبتهم وزدتهم شويه الفرماج بارموزون وخلطوا مع لي بات ديالي، طلعوا يا سلام بالصحه والعافيه، وصفه خفيفه وظريفه، وكيف العاده النغمه ديما حاضره. وبرعوا لي حتى الوليدات الصغار، والسلام عليكم. ما عندي ما نقول، يا سلام. تيراميسو الأصلية، قيدوا عندكم هاد الوصفة هادي، وراه النغمة حاضرة، ما عندي ما نقول، قيد وخليك مع الفيديو، راه يا سلام. كي كتلاحظوا خديت 3 صفار تاع البيض مع 100 غرام ديال السكر سنيدة، وخلطتهم حتى تمزجو مزيان، وأنا ناخد فرماج ماسكربون ديالي، 250 غرام ديال فرماج ماسكربون، خلطتو مع 150 غرام ديال القش دطارية لا كخيم فخيش وشويه ديال الفاني، وخلطت كلشي حتى تمزج مزيان، وانا نخلط جوج مكونات ديالي بجوجهم، خلطهم حتى تمزجو حتى هما مزيان، وانا ناخذ شويه ديال نسكافي او القهوه كيف ما بغات تكون القهوه اللي كتذوب، كناخذها مع الماء بارد وكنخلطها على هذا الشكل هذا، وهي فاش كنغطس لي بسكوي ديالي لي بودوار بسكوي ديالي على هذا الشكل هذا، وكنبدا نستف كنخوي لاباراي ديالي هي الاولى، وكنحط عليها لي بسكوي بالكافي للطاج الاول والطاج الثاني، وكنسد بلاباراي تيراميسو وكنخليها لمده 12 ساعه في الثلاجه، وكتكون معنا موجوده وبالصحه والعافيه، والسلام عليكم. كل الدار ديما حاضره كيف العاده.